FM. الكلمة ليك. نعود إلى بعض البلدان العربية الآن. الموضوع ليبيا الآن. الأمم المتحدة بدأت تضع أيديها. قضية الآن قرار الأمم المتحدة بتسليم السلاح للجيش. أنا أعتقد يعني قد يكون لديهم يعني مبررات، لكن هذا مزيد من الصراع راح يكون في ليبيا. تأجيج الصراع. نعم، وبالتالي راح يؤجج الصراع. وأنا أعتقد أن هذا القطر يمكن يؤثر على دول المنطقة من خلال المشاكل الذي هو فيها. بلد غني وبلد بترولي، وبالتالي أصبح يعني يستقطب من كثير من الدول، ومشاكل العالم تصب في القطر الواحد الذي يتنازع. هذا نحن درس في العالم العربي يجب أن نعيه، يعني أن أي قطر عربي اليوم يتعرض لأي مشكلة كل دول العالم تصب في هذا مشاكلها في هذا القطر، وتحاول نعم تم استمالات فئة على حساب فئة، وبالتالي الشعب خسران والأسرة العربية خسرانة والتنمية خسران، وبالتالي مزيد من شلالات الدماء في الوطن العربي. العالم يتقاتل بدمائنا ونحن نتقاتل بأسلحتهم، وبالتالي أصبحنا سوق رائج لأسلحتهم، وأصبحت الأسرة العربية للأسف في مهب الريح. الكلمة ليك.